الميجرمنت بقى بتاعت الانترا اوكولار بريشر. اسالك سؤال، هل احنا بنقيس الانترا اوكولار بريشر؟ لا. لو عايز تقيس البريشر انت عايز هذا الجهاز. ايه هو؟ انك تشوف ضغط العين هيعلى قد ايه ضد الاتموسفير. ضغط العين هيعلى قد ايه ضد الاتموسفير. تمام؟ هنعمل الكلام ده ازاي؟ هتعمل المانوميتر ده. هجيب عمود الزئبق واروح خارم العين واشوف الميه الايكوس دي هتطلع، بس طبعا الزئبق مش عايزينه يلوث العين، فبنحط بينهم ايه؟ شويه سلاين كده ادبيا يعني. تمام؟ سيستم سلاين مقفول كده عشان بس الحته دي تبقى فيها سلاين. ما يصحش الزئبق يخش جوه العين. وبعدين الميه هتروح داخله هنا زق السلاين ده وزقلنا عمود الزئبق زي جهاز الضغط اللي انت بتقيسه، ويرتفع عمود الزئبق ده ضد الايه؟ ضد الاتموسفير. اذا كنت انت بتعمل كده فهذا الجهاز اسمه المانومتري او بارومتري. خلاص؟ ده اسمه مانومتري او بارومتري. هل احنا بنعمل الكلام ده كلينيكالي؟ لا. اذا احنا ما بنقيس الانتراوكولار بريشر، احنا بنقيس الاوكولار ايه؟ تنشن. اللي هو ايه الاوكولار تنشن؟ ايه الحيره اللي احنا فيها دي؟ الاوكولار تنشن او الايفكت بتاع الانتراوكولار بريشر على الاوتر كوت، اللي بيدينا فكره عن الانتراوكولار بريشر. فهمت الكلام ده؟ يعني انت عايز تقيس الانتراوكولار بريشر تقول لي ايوه ثانيه واحده، جهاز الراجل جاي بتاع جهاز معاه كده عامل زي الحوضه الشرجيه كده وطالع منه ابره، يقول لك ايه ده يا باشمهندس؟ هتقيس بايه ده؟ نقيس الضغط. انا هحطه فين الجهاز ده؟ اقول له في عين حضرتك انا هحطه فين يعني؟ يقول لك لا دوز فيك وفي الضغط وفي عمود الزئبق، انا مش هقيس الضغط. يبقى كناش هنلاقي عينين جلوكوما خالص. طبعا لازم التكنيك يتغير للقصه بتاعت الاوكلر ايه؟ تنشن. وات وي ميجر از اوكلر تنشن. عشان كده الاجهزه اسمها ايه؟ تونوميتر. تونو تنشن. تونوميتر. ميتر تو ميجر. يبقى ذيس تو ميجر ايه؟ ذا تنشن. اللي هو ايه التنشن؟ هو الايفكت بتاع الانترا اوكولار بريشر على الاوتر كوت اوف ذا اي. الايفكت بتاع الانترا اوكولار بريشر على الاوتر كوت اوف ذا اي. تمام؟ ده اسمه تونو ميتر. تمام؟ ده بيقيس الاوكولار تنشن. الاندنتيشن تونومتري بقى اول اجهزه عندنا اللي هي الاندنتيشن تونومتري. البيزك برنسبلز بتاعتها السامبل. النون فورس will indent a fluid or gas filled object to a great degree if the internal pressure is low compared with when internal pressure is high. انا عايز اقول لك حاجه، انت لما تحط ايدك على خدك كده مش بيختص؟ صباعك بيختص؟ تمام؟ هيفضل يختص لغايه امتى؟ لغايه ما البريشر اللي جوه يساوي اللي انت بتعمله ده. تمام؟ بس بما ان البريشر جوه مفيش فانت بتضغط جامد لجواه لغايه ما انت بتتوجع. خلاص صح؟ طب ما تيجي تضغط على بطنك مثلا، اضغط على بطنك زي ما انت عايز، اضغط 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 لغايه ما الضغط اللي جوه يساوي اللي بره. طب قارن بين دي والسكال، لما تيجي تدوس على السكال تيجي تضغط ايدك هتنزل لتحت؟ لا، لان هنا دي ايه؟ ناشفه. دي هارد دي. تمام؟ يبقى الديبند على البريشر بالتحديد. انت ايدك هتختص قد ايه؟ اذا كان مفيش ضغط جوه عالي يبقى ايدك هتختص جامد. اذا كان الضغط عالي يبقى ايدك ايه؟ مش هتختص. خدوا المعلومه دي وحطوها في جهاز اللي هو الاندنتيشن ترومتر. اول جهاز حطوه قاسوا بيه ضغط العين هي صوابعي، طريقه الديجيتال ميثود دي اللي انا بعملها. لما تيجي تشوف كوره ولا تشوف بتاع انت بتعملها بايدك. تمام؟ البريشر هنا بقى الفورس كان بي سبلايد باي ديجيتال بريشر او انون ويف. يعني يا تعملها بايدك يا تعملها بوزن ايه؟ معروف. تمام؟ اهو ادي طريقه الاندنتيشن، انك هتعمل فورس تفضل الفورس دي اندنت يعني تضغط لجوه، تضغط لجوه، اندنت يعني تضغط لجوه، تضغط للداخل، تضغط للداخل وتاخد التيشو معايا للداخل انتل الانتروكلر بريشر يساوي الايه؟ الفورس اللي انت عاملها دي. تمام؟ دي طريقه الاندنتيشن. اول طريقه في الاندنتيشن اللي هي الديجيتال ميثود اللي هي البالبيشن دي. البالبيشن اوف ذا جلوب از ذا سامبلست ليست اكسبنسيف اند ليست اكيوريت ميثود. It is useful when other methods are unavailable أو subject to gross error. أهي الطريقة دي. خلي بالك، أولاً لازم تقول للعيان إن أنا هقيس لك ضغط العين. ما تمسكش راس العيان تقول وطي تحط صباعك في عينه كده، لأ. قول له أنا هقيس لحضرتك ضغط العين دلوقتي. وطي حضرتك بص لتحت، يقول لك طب أنت هتقلب الجفن. العينين كلهم بتخاف من حاجات قلب الجفن، واضح إنهم اتعذبوا في حاجات قلب الجفن دي كتير. تمام؟ يقول لك ابص تحت ليه؟ هتعمل ايه؟ تقلب الجفن؟ بلاش ارجوك. لا
بي شور ده مش عارف الجسم خلاص، وده معادته اوعى تعملها وتقلبها ما تبقاش عايش، تمام؟ مش عارف الجبن مش عارف الجبن خلاص. بص حضرتك تحت بالراحه خالص، بص لتحت العين برضه هيبقى مقلق، عمال يبص على صوابعك كنت يعني انت بتقول له بص لتحت وجايب ايديك كده يروح بص على ايديك، يا عم بص لتحت اسمع الكلام، انا احط صابعي كده من بره كده وخلاص تمام. هو ما يتاكد انك بتحط صابعك بره وانك مش تمسك رموش وخلاص بيطمن، يبتدي يبص لتحت. لازم اطلع فوق الترسس، ما تديش تلمسه كده، لازم تطلع فوق مين؟ فوق الترسس. انت بتقول له بص لتحت عشان جفنه يتفرد عشان انت تطلع فوق الترسس، لان الترسس هارد لو دوست عليه دي مش هتحس صح. فهمنا القصه دي؟ لازم تعلى فوق الترسس، قول له عم بص تحت وانت اضغط من فوق ترسس تمام؟ تقول له بص تحت وبعدين تدوس بصباع وتقابل بالتاني كده تمام؟ طبعا الكلام ده يقول لك تنشن سوفت او تنشن ستوني هارد، سوفت او ستوني هارد. بس مهما بص انا اقول لك حاجه، مهما كنت اكسبرت اوعى تقول التنشن 17 و18، يعني لو حط لك ايده كده 17 ونص قول له كذاب، حط صباعك يقول له كذاب، اقول لك كذاب بس ايه 17 ونص 18 تتحرك ونص كمان يعني مش اي رقم 17 ونص، شوف الاكيورسي يعني خد بالك ده كلام فاضي طبعا مش حاجه اسمها كده تمام. دي تقول لي سوفت او ستوني هارت بس، انما ما تقولش اكتر من كده. والكلام ده ما تعملوش الا زي ما بقول لك الجهاز ما كانش موجود. Palpation may be the only feasible technique for patients unwilling or unable to undergo other methods of intraocular pressure measurement. يعني في عيان انت مثلا هو نايم في المستشفى وكوماتوز وما حدش عارف يطلع له بتاع، انت طلعت حط ايدك عليه بس كده اتاكد التنشن سوفت او ستوني هارد وخلاص تمام. Palpation may have a limited role in screening for marked elevation of intraocular pressure تمام. Palpation is best avoided in eye with significant trauma. ليه؟ اوعى تضغط على عيان في عينه فيها رابتشر بلوك فاهم؟ او ديسيماتوسيل وتروح انت مطرقعها له. يعني واحد عنده ديسيماتوسيل يقول لك يا دكتور في ميه سخنه نزلت على عيني، اقول له ما تقلقش بس استنى. ما تقلقش استنى. عارفين الدموع الساخنه؟ دي ايكوس. مهما العيان يكون محروق وبيعيط بحرقه عمر الدموع ما تبقى ساخنه. ده في السينما، الدموع الساخنه دي في السينما، ما انما في الحقيقه مفيش دموع ساخنه. اما العيان يقول لك دموع ساخنه تعرف ان مين اللي طلع؟ ايكوس. تمام؟ دي مش دموع، قول له لا مؤاخذه يا باشا ده مش دموع. ده عينك بتتصفى. دي ميه داخليه بتاعت العيان طلعت بره. خد بالك ازاي؟ عشان كده بيقول لك في التروما اوعى. خلي بالك لا يكون في رابتشر جلوب تحت اليد وانت مش واخد بالك. فاهمين القصه دي؟ خلي بالك ما تستخدمش الديجيتال ميثود دي في الحالات التروما دي. شوف شوف الشوتس طلع سنه كام؟ 1919 وطلع منه موديل تاني سنه 1926 اهو، وده اللي شغال لغايه دلوقتي يعني ده اتطور. شوف في المتاحف سنه 1926 ده 1919 تمام. بص ده الجهاز اللي مازال موجود عندنا. يعني انا اول ما خدت النيابه رحت اشتريته واحد على حسابي كان ب 70 جنيه مش عارف من شركه الجمهوريه، عمره ما وصل ثمنه اكتر من 200 جنيه لغايه دلوقتي لما تروح تشتريه. ده المنظر الشوتس تونومتر المعتاد بتاعنا. طبعا الجيب ده خلي بالك فيه جدول ما ترميهوش، ده اللي بنقيس عليه لانه انت بتاخد ثلاث قرايات خدت بالك ازاي وبتقيس بيها. طبعا القرايات هنا مش مباشره خلي مش بالك، احنا هنشوف القصه دي. شوتس لما نكمل اسمه اسمه شوتس ايه؟ اندنتيشن تونومتر. The scale measuring the amount of indentation is linear. يعني في على في سكيل كده وانت بتمشي عليه is linear. The relation between the amount of indentation and the intraocular pressure is not linear. تمام؟ But about logarithmic. يعني مش كده، في جدول لازم يطلع منه الكلام ده. مش direct reading. هقول لك ازاي. الجهاز ده مظبوط بحيث ان لو عينك كانت زي الحجر ستوني هارد الجهاز يقرا زيرو. ليه؟ لان مش هيبقى فيه indentation. مفيش indentation يعني مش هنزق على البلانجر ده. لو في indentation يبقى بيطلع لفوق فبيزق على البلانجر ده. طب لو انت مفيش indentation خالص هتزق البلانجر لاخره يقوم يقرا زيرو. لو انت بتغطس في التيشو يبقى هتنزل كده والبلانجر يتحرك معاك. يعني شوف شوف انا ايدي يتحرك ازاي. لو هو بيغطس في التيشو كده البلانجر ده يتحرك معاه كده يوم السهم ده يروح ايه متحرك على القرايه اللي فوق. هو كده في النورمال كده زيرو كده يبتدي يتحرك. يبقى لما يبتدي يتحرك يبقى فيه هايبوتوني تحت.
انما لو ما اتحركش وبقى زيرو يعرف ان التحت ده ايه؟ ستوني هارد. عشان كده حتى بص بيدونا الكبسوله دي، الكبسوله دي مش شياكه في العلبه، ده السيميوليتر بتاع الكورنيا. ده انت بتحطها جهاز بعد ما تركبه تحطه عليه المفروض يقرا زيرو. اذا ما قراش زيرو يبقى في حاجه في السيستم غلط. فاهمين؟ يعني دي اللي هي الايه؟ الديمونستريشن بتاعته، لازم يقرا زيرو هنا. تظبط الديمونستريشن بتاعته على الزيرو. خلاص؟ ليه؟ لانك هنا مفيش اندنتيشن خالص. تمام؟ بص the scale measuring is linear بينما القرايه not linear logarithmic. So that a higher intraocular pressure are compressed towards the lower end of the scale. بص بقى ده الجدول اللي بقول لك معاه في العلبه. ده الجدول اللي معاه في العلبه. ده السكيل ريدنج اللي بيطلع لك، بس خلي بالك في قرايه مع 5.5 جرام، مع 7.5 جرام، مع 10 جرام، مع 15 جرام. انت بتقرا القرايه بتاعتك طلعت مثلا 5، بس انا كنت بستخدم وزن 5.5، يبقى 5 مع 5.5 يبقى الضغط كام؟ عشان كده بيقول لك ايه ال ال القصه مش لينير، انا مش هقرا من الجهاز. انا هطلع جدول يبقى ده لوغاريتمات، لوغاريزمك معنى كده، دي لوغاريزم. تمام؟ بص كل ما التنشن، خلي بالك كل ما التنشن يعلى كل ما الرقم ده ايه؟ يقل، سكيل يقل، يبقى كل ما التنشن يعلى كل ما السكيل اللي هتقراه يقل. فاحنا كنا بنعرف القصه دي وابتدينا نحفظ الجدول، يعني بقول لك كذا مع كذا ابتدينا نحفظ الجدول بالممارسه بتاعنا. بص طريقه الاندنتيشن اهي. الجهاز بيركز على الكورنيا بالفود بليت بتاعته دي، وده الويت اللي نازل تو اندنت. الويت اللي نازل تو ايه؟ تو اندنت. طب هيفضل يندنت لغايه امتى؟ لغايه ما البريشر ده هيساوي البريشر ده. تمام؟ البريشر هنا هيساوي البريشر هنا، يبقى هو بيقيس التنشن، انما هو اكشولي بيتاثر بالتيشوز دي. طب انا اقول لك حاجه، افرض واحد عجوز رفيع قوي زي عم فندي كده الله يديله الصحه. الناس العجوز رفيع قوي دي السكيلات بتاعتهم بتبقى فيري ريجيد، فاكرين الكولاجين بتاعهم؟ انه بينشف جامد قوي، بيبقى كولاجين تايت قوي. تيجي تحط عليه الجهاز هينزل؟ مش هينزل، مع ان الضغط جوه مش عالي. يبقى كده القرايه غلط، صح؟ على الرغم ان انا اجي احط الجهاز هيديني قرايه قليله، ده معناه ان ضغط العين عالي بس هو ما نزلش. طب اتغلب على الحكايه دي ازاي؟ علي الوزن، اشتغل بوزن اعلى. عشان كده بنشتغل بكذا وزن عشان نتغلب على موضوع ايه؟ السكيلير ريجيديتي دي زي ما اتفقنا. تمام؟ هو الحركه دي اهي. بص ادي الجهاز بقى، ادي الثلاث اوزان اللي بنحطهم، وادي الجهاز بالسكرو بتاعه اهو عامل كده، وادي البتاع اللي بقيس عليها الصفر. لو قارت صفر يبقى التنشن ستوني هارد، يبقى لازم احط دي على دي اقيس الاول صفر، يبقى الجهاز ده صح. البلانجر دي بتتفك والمفروض تتنضف بين عيان والتاني وهكذا. هي بص في بتاع كده زي اللي بيعملوا بيها المواعين اهي، انت عارفين في ال ما اعرفش تعرفوا بتاعت الاطفال الصغيرين، التتينه بتاعت الاطفال الصغيرين كان يجي معاها فرشه كده سلك لازم تخش تتغسل بيها من جوه عشان تبقى نظيفه، اللبن ما يلزقش جوه. دي عامله زيها بس رفيعه كده، بتدخلها جوه الجهاز تنضف بيها الماسوره بتاعت الجهاز اللي هو الخرم ده، تدخلها من هنا تطلعها من الناحيه الثانيه تنضف بيها الماسوره دي، ان ساعات التيرز تخش تلزق فيها تملح فيها تقوم تيجي الجهاز ما يتحركش. تمام؟ دي الهاندل بتاعت الجهاز، ودي الاوزان اللي بنحطها هنا على الحته دي كده، بنحط دي هنا كده. بص اهو العيان بينام كده، انت بتمسك الجهاز بايدين كده وتشوف القرايه اللي هنا وتسجلها، انا قريت كذا بوزن كذا، قريت كذا بوزن كذا، قريت كذا بوزن كذا. طبعا العيان نايم فلات، يبقى في الفيتد ايبس كليرال فينس بريشر، ادي واحد. تمام؟ القرايه مش مباشره، باخد ثلاث قرايات تايم كونسيومنج واطلعهم من الجدول تايم كونسيومنج، ادي اثنين. كونتاكت تكنيك ينهي الانفكشن، ادي ثلاثه. رابع حاجه ان هو بيتاثر بالسكليرال ايه؟ ريجيديتي. يبقى اذا هذا الجهاز مش ايديال قوي زي ما انت شايف كده. تمام؟ ابتدى يظهر بقى ايه؟ اختراع جديد اللي هو مين؟ الابلانيشن تونومتري. تمام؟ الابلانيشن تونومتري.